إذاعة إم راديو تقدم فقرة من الأبراج، إعداد وتقديم باتريسيا مفوض. مرحبا، فقرة الأبراج مثل كل يوم حملت لنا توقعات جديدة مع أبراج الـ12 من تبعة عبر إذاعة إم راديو. البداية مع برج الحمل، تعرف جيداً كيف تخطو خطواتك بتأنن وتستطيع أن تخطط للوصول إلى أهدافك بطريقة ذكية. مهنياً تستعد لتسليم مشاريع جديدة قد تحقق لك مكاسب مالية لم تكن تحلم بها. عاطفياً تقتلك الغيرة، لكن حاول أن تتغلب عليها وابعدها عن علاقتك بالشريك كي لا تخسره. صحياً برج الحمل، من الأفضل لك التخلي عن هموم العمل اليومية وتمضية فترة نقاهة. من كملة نعرف كيف حظ برج الثور لليوم. اليوم تكون غير صبور، لذلك ستكون متوتراً ومرتبكاً معظم الوقت. لا تخاف من أن تطلب من الأكبر منك سناً شرح بعض المفاهيم الغامضة أو غير المفهومة بالنسبة لك. مهنياً تلاحظ اليوم تحسناً في العمل قد يجلب لك أرباحاً جيدة، ولكن هناك الكثير من المنافسين فكن حذراً. عاطفياً تعيش يوماً إيجابياً تكون فيه المعنويات العاطفية مرتفعة. صحياً برج الثور، أنت متيم بالملذات وتعطي الكثير، لكن صحتك تستحق أن تعشق الاهتمام بها. منكمل مع برج الثالث، برج الجوزاء. الخطط التي قمت بوضعها منذ وقت طويل أوشكت أن تتحقق، فلا تتباطأ، وحتى وإن كانت لديك بعض الشكوك ستحصل على مساعدة العائلة. مهنياً الخسارة المهنية يمكن تعويضها لاحقاً، لكن خسارة المبادئ من الصعب أن تجد عوضاً لها، فضع مبادئك في المقام الأول. عاطفياً لا تكن عنيداً أو متشبثاً بأرائك، بل استمع إلى رأي الشريك. صحياً برج الجوزاء، اهتم بنظامك الغذائي وحقق التوازن من خلال ممارسة الرياضة. من كفي مع برج السرطان، لديك طاقة إيجابية ولديك أمل في الحياة، ويظهر كل ذلك في تصرفاتك وأقوالك. مهنياً يكتمل القمر في برج السرطان ويتحدث عن مشروع يستحوذ إلى قسم كبير من تفكيرك واهتمامك، لأنك تعلق عليه أملاً كبيراً. عاطفياً احذر خلافات عائلية أو عاطفية، قد تكون متأثراً بالانتقال إلى مكان جديد أو بتغيير يحصل في عاداتك اليومية. صحياً لبرج السرطان، شعورك بالإرهاق المستمر ربما يكون بسبب عدم أخذ قسطاً كافٍ من النوم. برج الأسد، كل شيء يحدث أمامك اليوم دون أن تعلق عليه، وكأنك متفرج يشاهد ما يحدث في التلفاز ولا يستطيع أن يغير شيئاً. مهنياً القمر الجديد في برجك يتزامن مع كسوف كلي أيضاً، ويتحدث عن يوم رائع مليء بالعلاقات الممتازة. عاطفياً لا تستطيع أن تستغني عن الحبيب، فلما تعامله بهذه الطريقة وأنت تعلم مدى حبه وإخلاصه لك؟ صحياً برج الأسد، العوامل الضاغطة قد تبقيك في حالة إرهاق شبه دائمة، بإمكانك التخفيف من حدتها عبر ممارسة الرياضة وتناول المشروبات المفيدة. ننتقل لبرج العذراء. حان الوقت الآن لتحصل على ما تريد. رغباتك لا تتحقق دائماً بنفس الطريقة التي تتحقق بها اليوم. ربما تشعر أنه من المستحيل الجمع بين تحقيق رغباتك واختيار الأفضل بالنسبة لك. مهنياً تطالك معاكسات عدة وتغرقك الواجبات والضغوط العائلية أو الاجتماعية في آن معاً،
فتشعر بالإحباط التام وباليأس والغضب. عاطفياً، مهما بذلت من جهود وتضحيات في سبيل الآخرين لإسعادهم أو للتخفيف عنهم، فإنك لن تجد من يقدرك سوى الشريك، وهذا أمر جيد. صحياً برج العذراء، لا يمكنك التهور مرة أخرى فيما يخص صحتك، الأمور قد تخرج من بين يديك في أي وقت، فكن على حذر. وصلنا لبرج السابع، برج الميزان. ربما ينتقدك بعض الأشخاص اليوم، بل معظمهم، والغريب إنك ستصغي إليهم جيداً. كن مهذباً وراجع وجهة نظرهم، فربما تستفيد من كلامهم. مهنياً، لا تترك وظيفتك الحالية من دون ضمان الحصول على فرصة أفضل في شركة أخرى. عاطفياً، تعمد إلى تغيير الكثير من عاداتك الحياتية والغرامية، مبتعداً عن كل ما هو اصطناعي وغير طبيعي. صحياً برج الميزان، لا تحاول أن تختار من الأدوية ما يحلو لك، بل تناولها كلها كما أوصاك الطبيب بذلك. برج العقرب، في حياتك الخاصة يجب أن تركز على التواصل، لأن الآخرين لا يرون الأمور من منظورك. تحدث. مهنياً، لا تكترث لانتقادات الغير، بل أعمل وفق ما يمليه عليك عقلك وحدسك. عاطفياً، تقدم على قرار خطير ينظر بانتهاء العلاقة بينك وبين الشريك، لكنك سرعان ما تتراجع عنه لأنك اتخذته في لحظة غضب. صحياً برج العقرب، كل ما تقوم به في العمل والمنزل من حركة غير كاف، بل عليك ممارسة الرياضة، فهي وحدها المفيدة. من كفي مع برج القوس، تحتاج للمزيد من الوقت لقضائه مع العائلة، خاصة مع تغيبك الدائم عنهم بسبب انشغالك بالبحث عن الذات. مهنياً، عليك أن تبحث عن مكان جديد أو تشغل نفسك بمشروع عمل مختلف. عاطفياً، الظروف لا تساعدك على اتخاذ القرار، ما يشير إلى بعض التوتر وسوء التفاهم مع من تحب. صحياً برج القوس، الأرق المتواصل الذي ينتابك سببه النفسي بالدرجة الأولى. عزيزي برج الجدي، تتميز اليوم بسرعة البديهة، اجعل الأمور تسير في الاتجاهات الإيجابية. ينصحك علماء الفلك بألا تحاول مقاومة حسن الحظ الذي تتمتع به اليوم. مهنياً، ينتقل عطارد إلى برج الحوت لينضم إلى كوكب فينوس، ما يخفف حماستك واندفاعك، فلا تقع ضحية الإشاعات في مركز عملك. عاطفياً، علاقتكما قوية، ولكن أنتما بحاجة إلى مزيد من التفاهم. صحياً برج الجدي، تجنب قدر الإمكان الأماكن الرطبة، ولا سيما إنك تعاني الربو وضيقاً في التنفس. وصلنا لبرج الدلو، أنت في خطر اليوم، فربما تضطر إلى إثبات شيء ما أمام الكل. في حياتك الخاصة أنت حساس جداً وتميل إلى المبالغة، وتشعر دائماً بأنك ضحية. مهنياً، مؤثرات إيجابية تزيد من ثقتك بنفسك، تأتي بالموارد التي تحل مشكلة مادية وأنت في تقدم عملي. عاطفياً، بعد أشهر من الانتظار والترقب، عليك أن تحسم موقفك المتردد في الشأن العاطفي، لأن ذلك يكون في مصلحتك. صحياً برج الدلو، على الرغم من حيويتك، فإن حياتك المهنية قد تحثك على استجمع قواك والاعتناء بنفسك أكثر فأكثر. برج الأخير، برج الحوت، تتذكر أن للعائلة حقاً عليك ومكانة مهمة في حياتك، فتبادر إلى الاتصال بهم وإظهار الأسف بعد اعترافك أخيراً بأخطائك تجاههم. مهنياً، القمر في برجك يضيء على بعض مشاريعك ويجعلك محط إعجاب الزملاء، وتوقف عن الكلام واجتهد في العمل. عاطفياً،
تعيش علاقة حميمة وعميقة مع أحد مواليد برج السرطان. صحياً برج الحوت، ممارسة أي نشاط فني سواء الرقص أو الدبكة مفيد لك، إنما باعتدال. مستمعينا، هذه كانت كل معلوماتنا. دايماً تابعوني عبر إذاعة أم راديو على 105.5 FM.